الطبيعية الصلبة التي تستخرج من باطن الأرض باطن الأرض قد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض، وتختلف أهميتها حسب استخدامها وتوزيعها وكمية وجودها. الموارد المعدنية هي الحديد والفوسفات والمنغنيز والذهب. أولا الحديد، ما أهميته؟ يعتبر أساس الصناعات الحديثة أو الثقيلة، يدخل في صناعة الآلات والسيارات وقبضان السكك الحديدية، ويوجد فيه الواحات البحرية بالصحراء الغربية. أهم مصانع الحديد في مصر، مصنع الحديد والصلب في حلوان. ثانيا المنغنيز، المنغنيز يستخدم في صناعة الحديد والصلب لإكساب الصلابة، ويستخرج من أم بجمة بشبه جزيرة سيناء. ثالثا الذهب، الذهب يستخدم في صناعة الحلي وبعض أنواع العلاج، ويستخرج من منجم السكري. ورابعا الفوسفات هو أكثر المعادن انتشارا في مصر، ويستخرج من هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد بالصحراء الغربية. الشكر للمستر مصطفى وأستاذي مستر مصطفى الدراسات.